السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الوصفه بتاعتنا النهارده وصفه اختراع لقيت الناس كلها عم تحط البطاطا في الكيس وتسويها قلت ايه ده قلت لازم اجربها انا كمان ويا ريتني مجربتها يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا كده مع بعض ونشوف عملنا ايه في البطاطا وازاي سويناها جوه الكيس اول حاجه طبعا جبت اتنين كيلو بطاطا وبدات اغسلها بالشكل ده بالفرشه بتاعه الخضار جميله جدا يا بنات بتنضف الفاكهه وبتنضف الخضار بطريقه حلوه قوي قوي تمام وبعد كده رحت على الحوض شطفتها كويس جدا وبعد كده صفيتها جبت بقى كيس زي ما انت شايفه كده وبدات احط فيه البطاطا على قد الكيس طبعا انا جايبه اللي هي الاكياس الصغيره مش كبيره فعملت شويه في الكيس وشويه تانيين شويتهم عادي خالص في الفرن زي ما بنشويها كده عادي تمام وبعد كده قفلتها بالسكينه وفتحتها بالشكل ده عشان خاطر لما ادخلها الفرن ما تنفجرش فيا وبعد كده رحت جايه بقى احطها في في الصينيه بالشكل ده وهدخلها بقى الفرن بقى على فرن حامي جدا واحطها في الرف الوسطاني وهسيبها بقى لغايه لما تستوي بصوا هي بصراحه ما خدتش وقت خالص عكس البطاطا العاديه اللي احنا بنعملها في الفرن يعني اللي في الفرن فضلت ساعه لما استوت دي ما شاء الله اقل من نص ساعه وكانت مستويه وزي ما انت شايفاها كده بس عايزه اقول لك حاجه شكل البطاطا كده مش بيفكرك بحاجه بالبطاطا بتاعت امهاتنا اللي كانت بتعملها لنا زمان في الحله فاكرها طب ما هي هي يا جماعه ايه اللي يخلينا نشتري كيس ونروح جايين حاطين فيه البطاطا وبعد كده ندخلها الفرن والغلبه دي كلها طب ما احنا كنا بنحط في الحلة نرص فيها البطاطا وبعد كده بنحط يعني نقطتين بس مية كده ونشغلها على نار هادية تماما لغاية البطاطا ما تستوي معانا وبعد كده بنروح بنطلعينها بنفس الشكل ونفس الطعم ونفس كل حاجة يعني ما تفرقش عنها أي حاجة بصراحة ربنا أنا الفكرة نفسها مش عجبتني بس هي طعمها حلو واستوت بسرعة وكل حاجة زيها زي اللي بيعملها في الحلة بالظبط على عين بتجيس. ما تفرقش عنها أي حاجة بس ايه هي الافتكاسه الجديده اللي هم حطاها في الكيس الحراري بس كده هي دي الافتكاسه الجديده كلفت نفسي وجبت الكيس وحطيت وعملت البطاطا شغلانه بس هي هيها زي اللي بتعمليها على الحله في الحله على عين البوتاجاز وطبعا دي بقى انا شويتها زي ما قلت لكم سبتها ساعه في الفرن دي انا شويها في الفرن كده زي ما انت شايفاها كده شكلها الاتنين حلوين طبعا في الفرن تبقى ناشفه شويه كده ومقرمشه اللي بتبقى في في الكيس الحراري او في الحل على عين البوتاجاز بتبقى طريه جدا كل واحد ليه بقى ذوقه بيحب ده او بيحب دوت يا رب النهارده الوصفه بتاعتي تكون عجبتكم حبيت بس ايه اجرب انا كمان واقول لكم ايه رايي فيها آه ما تنسوش بقى كومنت حلو ولايك على الفيديو وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته